الله يعطيكم العافية الجميع، عذرا على التأخير، ظرف غصب عني والله. اليوم راح نبدأ إن شاء الله تعالى ب دبل لينكد ليست. أنهينا في محاضرة امبارح اللي هي البيسك ميثود للسنجل لينكد ليست. الدبل لينكد ليست ليس بموضوع جديد وليس مستقل عن اللينكد ليست. اللهم راح نشوف شو التعديلات اللي بدنا نعدلها بالانسيرشن أو بالديليشن اليوم، بوجود منبر جديد بالنود داتا تايب او بالكلاس نود اللي هو البريفيوس ادرس فقط. يعني اليوم بدنا نشوف شو التعديلات اللي بدنا نعدلها على الكود. راح تلاحظ انه 80 الى 90% من الكود ذا سيم اكزاكتلي، الحالات كلها ذا سيم، يعني كحالات وليس ككود، كحالات هي نفسها. لما تكون از امتي، لما تكون نوت از امتي، لما تكون نود واحد، لما يكون اكثر من نود، بالكوركت بوزيشن والرونج بوزيشن، يعني كلها راح تشوفها هي كوبي بيست. لكن الفرق انه صار في عندي بريفيوس ادرس، فلما اضيف بدي احسب حساب البريفيوس ادرس كيف اعبر عنه وشو لازم اخزن فيه، ولما اجي احذف شو لازم يكون البريفيوس ادرس للإشي اللي بدي احذفه واللي حواليه المتصلين فيه طبعا. اوكي، شو لازم تتغير قيمته. هذا شغلنا بالنسبة لليوم. أنا بجوز رفعت مجموعة من الفايلز اللي خزنتها، لكن بعد ما رفعتهم يعني ما يمكن 3 محاضرات مش عارف بلس ماينس، للأسف يعني كنت قدامكم أسوي سيف لكن ما راح أقدر أرفع لكم شيء منهم بهدول الـ3 محاضرات اللي هي الصور الملفات يعني اللي كنت أخزنهم، لأنه ضرب فيروس والجهاز وضرب كل ملفاتي الحمد لله على 2 partitions على الدي والإي. راح anyway. خليني، لكن محاضرة اليوم ما في مشكلة، محاضرة اليوم أمور تمام. اوكي، نشغل البورد، نرجع عندكم هنا. اوكي، انتبه معي اذا سمحتوا. راح ارسم سنجلي ودبلي، بعدين بنروح على الكود على النت بينز، يعني بعد ما نشوف شو الفرق بين هاي وهاي بالانسيرت والديليت راح نطبقها بشكل مباشر. كنت أتمنى صراحة، مع أنه يعني الكل بنبسط وأنا بنبسط لما يكون من الأحد للخميس عطلة، لكن عطلة الأحد شوي خربت بالنسبة للتريننج اكزامبلز واللي بعد الدبل لينكد ليست، لكن لعله خير إن شاء الله. اوكي، this is tail head، حط فيهم اي قيم ما بهمش، 30 40 50 60 70 80، خلينا نسويها هيك ونسوي واحدة زيها. لكن ايش عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مية. طيب بالإنسيرت كم حالة عندي كانت؟ مين يذكرني بالسنجل لينكد ليست؟
3 حالات دكتور. بالإنسيرت عندنا حالتين. مين بيحكي معاي؟ أسامة. أسامة. حالتين يا أسامة، إيش هما الحالتين؟ حالة إذا بدي أضيف بالإنسيرت تو هيد. أنا حكيت بالإنسيرت وسكتت، معاك حق إنك تتخربط، أنا آسف. بالإنسيرت تو هيد كم حالة عندي؟ حالتين، اللي هي حالة الإز إمتي. في حالة الإز إمتي شو كنت أسوي؟ إذا كانت إز إمتي بدي أسوي إنسيرت تو هيد، شو كنا نسوي؟ بنشئ النود تبعت هيد. بنشئ النود تبعت هيد، كويس. فاللي كنا نعمله هون نحكي له هيد، هذا في حالة الإز إمتي، مش هكتب كود الآن يعني إف وكذا. هيد يساوي نيو نود. أنا بدي أورجيكم شو الفرق، نفهم الموضوع الدبلي لينكد ليست من خلال الفرق. هيد يساوي نيو نود، هيد دوت داتا يساوي الفال، بعدين نحدد انه النكست شو راح يكون في حاله الاز ام تي، نل، لانه اول نود لسه. كنا نعمل تيل يساوي مين؟ يساوي هيد، هذا في حاله الاز ام تي. طيب لما يصير في عندي بريفيوس، ماذا يعني بريفيوس؟ previous اول شيء من وين اجت؟ اجت من الكلاس نود. احنا دائما في الكلاس نود عندنا داتا، وات ايفر شو كان داتا تايب، على سبيل المثال انتجر، وعندي نيكست ادرس من نفس نوع الكلاس اللي هي نود، راح اضافه نوع جديد اللي هو previous address. اوكي، بحيث يصير كل ادرس من هاي الادرسز يحتوي على داتا، ويحتوي على next address، ويحتوي على previous address. كل نود يحتوي على data، من هو next address ومن هو the previous address. كنا بالسنجلي لا، يحتوي على data، يحتوي next address، بس زاد منبر جديد. وبالتالي هي نفس الكيس لما أجي أحكي له insert to head هون، وكانت ال is empty، شو الإشي الجديد؟ هيد يساوي نيو نود، بدنا ننشئ الهيد صح؟ وبدي احكي له هيد دوت داتا يساوي وات؟ فال. والنكست له يساوي نال. واحد اثنين ثلاث. وراح يكون في عندي كمان تيل لكن تركت فراغ انا، يساوي هيد. وهي الرابع. ضل إشي ما حددتوش، إيش هو في الدبلي؟ مين يحكي لي؟ البريفيوس. البريفيوس تبعت مين؟ هيد. تبعت الهيد، شو لازم تكون؟ نال. يس. الهيد هو مش هو بداية السلسلة؟ في حدا قبله؟ ما في حدا قبله. شو معنى previous؟ مين اللي قبلي؟ شو معنى next؟ اللي بعدي، الادرس اللي بعدي، هذا الادرس. مين قبلي؟ انا اول واحد في الطابور، ما في حدا قبلي، قبلي نال، في ناس وراي، next، next address. اوكي، وبالتالي اللي زيادة انك انت هنا بدنا نحدد dot prev equal null، هاي الـ new statement. بس هذا في حالة مين؟ is empty. طيب في حالة not is empty، هاي كنا نحن شو كنا نعمل؟ نحكي له node an يساوي what؟ new node صح؟ و an dot data يساوي val. طبعا هذا بالinsert to head، أنا قاعد بحكي، أنا لسه قاعد بحكي بالinsert to head. هاي an نقسم طبعا ثلاث اجزاء، يعني قسم للبريفيوس، قسم للنكست، وقسم للداتا. وضعنا فيه فاليو معينه وات ايفر 15، هي ان وهون ان سوري. طيب هي انسيرت تو هيد، شو لازم يصير النكست للان ان؟ بالسنجلي انا بسولف، بالشيء اللي اخذناه
شو كان النكست لازم؟ الهيد. الهيد لأنه هو بده يصير الهيد الجديدة. نعم وضعنا فيه داتا. بعد ما حددنا النكست كنا مباشر شو نحكي؟ هيد يساوات أن أحسنتي. تمام. في الدبل لينكد ليست شو لازم نضيف هون؟ يلا مين؟ والله المفروض اللي فاهم اللي حكيناه في اللينكد ليست السنجلي يكون عنده الكونسبت ويقدر يحكي في الدبل لينكد ليست. شو لازم نضيف هون؟ هسا الان ان شو نوعها يا جماعه؟ نود. نود اللي بتحكي مرام؟ لا دكتور. ايه مين اللي بتحكي؟ طيب قبل شوي حكيت نود. تمارا. تمام. طيب نوع نود، النود فيها داتا ونكست وبريفيوس. حددنا الداتا والنكست، شو ضل احدد للان ان في الدبلي؟ البريفيوس. طيب واحنا بنحكي عن insert to head، شو لازم يكون اللي previous للان ان وهي insert to head؟ نال. احسنتي. قبل ما اودي الهيد للان ان، ما الهيد كمان نوع نود، في داتا وفي ايش next وفي previous. كان الهيد اللي previous الى وات نال، شو لازم يصير؟ ان احسنتي. والله اللي فاهم ببين. أي أن بعدين آخر إشي هيد يساوي أن. تمام. فهاي الفرق بالجملتين. هذا الفرق الجملتين، انه صار في عندي النيو نود الها previous لازم احدده، والهيد كان previous له null، والدليل على ذلك هيها هون previous له null. لما اضيف شيء قبله بده يصير previous الشيء الجديد اللي ضفته. تمام. طيب نفس الكلام بالinsert to what to tail. طبعا في حالة ال is empty copy paste، هذا copy paste. في حالة not is empty اللي هي else، نيجي على الدبلي مباشرة الآن. node nn يساوي new node أي nn إلها data و next و previous و nn dot data يساوي val، وضعنا val معينة ودينا له إياها ولتكن مثلا 17. شو النكست للان ان وهي اللي بدها إضافة بالأخير؟ آسف نال. هذا أصلا نفس الكلام اللي كتبناه وين؟ بالسنجل لينكد ليست. واخر شيء كتبنا تيل يساوي ان، وقبلها كنا حاكين تيل دوت نيكست ايكوال وات ان. هذا الجمل هذول اللي حطهم تك كلهم نفسهم بالسنجلي، شو في شيء بالفراغ؟ مين اللي ناقص؟ يعني احنا حكينا له اول شيء ان يساوي نيو نود نشأناها، ان دوت داتا يساوي الفال 17، ان دوت نيكست نال، this is null. بعدين تيل دوت نيكست يكوال ان خلص شيل النال من هون.
من التيل. بعدين تيل يساوي ان ان، لكن هنا في النص في شيء ناقص مش محدد ايش هو. البريفيوس تبعت مين؟ تبعت ان 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 دوت ريف ايكوال تي. يعني جملة واحدة بس، نعم جملة واحدة فقط زيادة في الانسيرت تي، جملة واحدة فقط. في حد عنده سؤال على هذول؟ طبعا أنا بسأل الناس اللي ماشي معاي ومتبعة معاي أول بأول، لأنه الفهم تراكمي في اللينك، في مش في اللينك ليست، في الداتا ستراكشر كامل. إذا مش فاهم اللي قبل تفهمش اللي بعد، إذا مش فاهم اللينك ليست تفهمش دبلي، إذا مش فاهم اللينك ليست تفهمش ستاك وكيو. وحكيت مسبقا عن محاضرتين لما بلشت، حكيت هذول المحاضرتين بتقوم عليهم المادة. اللي عنده سؤال يسأل. ننشئ هنا فولدر بسكشن المحاضرة السابعة، مش السادسة على فكرة، أنا حاططها السادسة. سكشن بيكتشر لينكد ليست بارت 1. طيب insert to position. وحلها يعني بدي اسوي insert to position. انا رسمت لك انا singly و doubly.
احنا عارفين بالانسيرشن ما كنا نعتمد على الاز امتي ونوت از امتي، كنا نعتمد على قيمة البوزيشن، نحكي إذا هو أقل من واحد أو أكبر من counter plus one هو wrong position، هو position غلط. وإذا كان position في حالة طبعا صار correct position كان يساوي واحد فكنت أستدعي insert to head، وإذا كان يساوي counter plus one بستدعي insert to tail. هل هذا الكلام نفسه في الدبلي؟ أكيد أكيد، سواء ك correct position أو wrong، سواء انه البوزيشن يساوي واحد فاكيد انسيرت تو هيد وانسيرت تو تيل ما اختلف شيء. نيجي للمرحله اللي هي الالس اذا كان الاضافه في النص، وهذا اللي بهمني الان. راح تنشئ نيو نود اسمها ان ان، سواء بالسنجل لينكد ليست او بالدبلي. فاول شيء راح تعمله ان ان يساوي نيو نود، تعرفوا من نوع نود، نود بحيث انه الان ان بكون فيها داتا ونكس وبريف، وهنا بس ايش داتا ونكست بدون بريف. كنا نحط فيه الداتا يساوي الفال، تمام وضعنا في الداتا طيب حكينا لازم النود اللي قبل يصير لها اسم، تتذكروا هذا الكلام. شو كانت عدد الخطوات اللي لازم يمشي فيها التمب اللي احنا لسه ما عرفناهاش، نسينا نعرفها. شو كانت العلاقة؟ إنه temp يساوي temp dot next حتى يصل قبل المكان اللي بدي أضيفه. minus two. صراحة شتان بين شعبتكم وشعب اللي قبلكم. تزعلوش مني يعني. المساواة هون دكتور ليه بوزيشن ناقص 2؟ هذا السؤال حكيناه المرة الماضية، انت كنت معانا المرة الماضية؟ انا مسجل عندي واحد ما بعرف، يمكن انا نسيت اعدله. لا احنا حكينا او بدون مساواة، مع مساواة position ناقص 2، بدون مساواة position ناقص 1. ما شفت المساواة، تمام. هسا ليش بدي أجاوبك أنا مدام أنت حاضرة وكاتبة. هسا node temp يساوي head صح؟ طبعا هنا node temp يساوي head نسيناها فوق. هسا والposition رقم 5، كم خطوة يجب أن أنفذ أو كم مرة لازم أنفذ هاي الجملة عشان يصير قبل الترتيب الأدس اللي قبل الخمسة اللي هو 4؟ هاي temp يساوي temp dot next هاي 1، temp يساوي temp dot next هاي 2، temp يساوي temp dot next هاي 3. فعلاقة البوزيشن اللي بدي أضيف محله بعلاقة إنه أمرر أو أوصل أوبجكت من نوع نود إلى النود اللي قبل المكان اللي أضيف فيه هي البوزيشن ناقص 2. وصلت؟ وصلت. تمام. فإذا كانت بوزيشن ناقص 1 بشيل المساواة بتضلها نفس المعنى، لأنه أقل 5 ناقص 1 4، وبالتالي أقل من 4 راح تكون برضو 3، فالتمب راح يوصل لهم. هذا الحكي طبقناه بالإنسيرت تو بوزيشن بالسنجل لينكد ليست. فأنا الآن شو بسوي؟ قاعد بكتب الكود اللي هو في حالة ما كانت واحد ولا يساوي counter plus one،
اللي هو الالس اللي هو نضيف بالنص. لغاية الآن أنتم ملاحظة إنه الكود the same exactly. موصلناش للمرحلة اللي فيها الاختلاف. الآن طلع من اللوب من هون وطلع من اللوب من هون. صار هاي اسمها temp. أوكي. بالsingle linked list كنت أجي أحكي له an dot next equal temp dot next صح؟ عفوا. طيب an dot next equal temp dot next عشان يجي هون. لغاية الآن في اختلاف؟ ما في اختلاف. هون ما في previous، فكان مباشرة أجي أحكي له إيش temp dot next equal what؟ مين يحكي لي؟ الآن. ممتاز ممتاز. لكن هون لسه ما خلصت من الآن إلو previous. مين اللي previous إلو؟ نكتبهم بالأحمر هذول الاختلافات. أن دوت بريف تم دكتور. أحسنت يا سلام، صوتك موسيقي من زمان. وينك؟ وينك أنت؟ أنا كريم. كويس. نعم تم مظبوط. خلص من الان هسا حددت له النكست، حددت له بريف. بالسنجلي كان ما له الا نكست بس، ما له بريف. هون له بريف. شو لازم يصيروا باللي حواليه؟ هاي قبله وهاي بعده. اللي بعده شو لازم تكون؟ اللي هذا الادرس مين قبله لازم يصير؟ ان كيف؟ هي اسمها temp.next، فممكن أحكي إنه temp.next.previous أأشره على أن. تمام. أنت مطلع على المادة قبل؟ لا والله دكتور. طيب. temp.next.previous. ممتاز. كيف يعني هاي تيم دوت نيكست دوت بريف؟ مش فاهمينها. خلينا على الهامش. لو اجيت حكيت لكم يا جماعة انه نود temp2 يساوي temp دوت نيكست، مين بدها تصير temp2؟ مش هاي؟ قبل ما اغير التيمب طبعا، قبل ما اغير التيمب دوت نيكست، مش هاي صارت temp2؟ أنا بجاوب حالي، نعم هي بتصير temp2. temp2 dot prev equal an. شو بدها تصير؟ دكتور كيف يعني temp2؟ عرفت نود جديدة temp2. زعلكوا temp2 ها؟ بلاش temp2. سموه دبليو. مش اسمها temp.next؟ طيب انا عرفت نود، عرفت على الهامش نود دبليو يساوي تيم دوت نيكست. شو المشكله؟ تمام انا بدي افهمهم شو يعني الجمله اللي حكيتيها نود تيم دوت نيكست دوت بريف. هاي صار اسمها دبليو. مش بقدر اجي احكي له الان دبليو dot prev equal an اللي هي هاي صح؟ طيب محل ال W لو شلتها وحطيت ما يساويها شو هي؟ ايش محل ال W؟ يا كريم لو حطينا مكان ال W ايش دكتور؟ اللي بيساويها شو بيساوي ال W؟ اللي هو t.next temp.next dot what
تم دوت نيكس هاي قيمة ال W شو ضل؟ البريفيوس يس فطلعت معي الجملة ها تم دوت نيكس تو بريفيوس. أنا بس عشان جزأتها لمرحلتين عشان في طلاب مش مستوعبة شو يعني تم دوت نيكس تو بريف، فرحت خزنت تم دوت نيكس في نود جديدة سميتها W، يعني شلت هاي شو حطيت محلها W. بس في داعي؟ لا ما فيش داعي اني اعمل هيك، خلص temp لحالها بتكفي. فتم دوت نيكست دوت بريف ايكوال ان ان. طيب شو ضل عندي الان؟ ضل عندي هاي الجمله. temp dot next equal an an. مين الجداد؟ هيهم لاحظ اللي فيهم previous، هذول الجملتين بالinsert to position. سؤال، لو بدلت الجملة الثالثة والرابعة مع بعض صح ولا غلط؟ خطأ. مين بتحكي؟ أنا مرام. طيب مرام ليش خطأ؟ بس أيوة هسا temp dot next كانت النود اللي بتحمل الخمسين. نعم. لو حطيتها إنها temp dot next بتساوي أن أن بتصير النود اللي بتحمل 45. نعم. فبيصير لما بدك تعمل temp dot next dot previous بتصير تأشر على البريفيوس اللي قبليها اللي هي بتصير 40 بريفيوس تبعها النود اللي بتحمل 40. صحيح هيك؟ لا هيك انت نعم نعم انت حكينا لو خلينا تم دوت نيكس ايكوال هاي راح ترجع على نفسها. نعم اللي بتحمل 40، انا مش منتبه انه التمب هي اللي فيها 40. نعم 100% كلامك صحيح، وبالتالي راح ترجع على نفسها، ما بديها ترجع على نفسها، انا بدي اللي بريفيوس تبعت النكست نود مش اللي بريفيوس هاي. انا شو بدي في هاي؟ احكي له تم دوت نكست دوت بريفيوس، تم دوت نكست دوت بريفيوس رجعت هون. طيب وبعدين؟ يعني راح تغير انت قيمة اللي بريفيوس تبعت الان ان، انا ما بدي هاي، انا بدي هذا البريفيوس اللي بعده، اسف مش هون، راح تحكي عن البريفيوس تبعت الان ان، شو بدي فيها؟ تم دوت نيكست دوت بريفيوس ايكوال ان ان، يعني بدك ترجعها على حالها راح تخرب الدنيا. وبالتالي ترتيب الجمل سمها واحيانا بيكون له معنى، اذا رتبت الجمل بشكل خاطئ بتصير غلط، لكن لا يعني ذلك ممنوع تكتبها رقم ثلاث. يعني أنا ممكن أكتب هاي هون بشرط ما أكتب هاي، أكتب بعديها أن أن دوت نيكست دوت بريف رجع لي إياها على أن أن، لأنه أن أن دوت نيكست زي ما حكمت استخدمت مصطلح اللي بيحمل قيمة 50. أن أن دوت نيكست دوت بريف كان يرجع حاله، ما ترجع دوت بريف تمام، ما كان يرجع حاله، كان يرجع على 40، ما بدي يرجع على 40، يرجع لوين؟ يرجع هون. يجوز انك تكتبها بهذا الشكل، انك تستخدم الان ان دوت نيكست دوت بريف بشرط انك هاي كاتبها اول شيء عشان تكون انت عارف من هو الان ان دوت نيكست دوت بريف. فلاحظ انه كلهم نفس المبدا singly doubly، عشان كان حكيت لك في بداية المحاضرة مش موضوع مستقل بذاته doubly linked list، وإنما هو موضوع مكمل له، ضفنا بس منبر جديد اسمه previous address وبدنا نشوف كيف بيشتغل. طيب لينا نروح على الكود قبل ما نروح على delete، نطلع عليه نطبقه. هذا مين ها؟ هاي الدبلي، اسف، لا على الدبلي احنا مصبوط، هاي انسيرتو هيد.
عالجت حالة الإز إمتي اللي حكيت لكم عنها وأنشأ مين؟ أنشأ الهيد، بعدين عالج اللي هو إذا حالة not is empty وبدي أضيف وين النود الجديدة على الهيد، أكيد راح أسوي nn يساوي new node و nn dot data يساوي val، nn dot next equal head صحيح. الإشي الجديد هذول الجملتين اللي هو ال previous، أكيد ال previous للنود اللي بدها تحل محل الهيد تكون البداية، أكيد ال previous لها null، والهيد to prev اللي كانت null بدها ترجع على مين؟ على الـ nn، ثم صار الهيد يساوي nn. فهذول الجملتين هم التغيير بسبب وجود الـ previous. نفس الشيء الـ insert to tail copy paste في حالة الـ is empty، تمام؟ else ننشئ new node و nn dot data يساوي val، أكيد النكست إلها نل زيه زي السنجل لينكت ليست. هسا البريفيوس للآن أن بده يرجع على مين؟ على التيل. بالتالي هاي الجملة الوحيدة اللي هي الجديدة فقط، وللباقي كلهم مطبقينه بالسنجل لينكت ليست، كاتبينه كوبي بيست بس. اللهم هون بريفيوس للآن أن للنيو نود حددناه إنها هي تيل. بعدين تيل دوت نكست يساوي أن أن بدل مكان التيل دوت نكست نل، then تيل يساوي أن أن. الانسيرت تو بوزيشن راح تلاحظوا انه كل هذا الكلام هو كوبي بيست لنفس الحالات لغايه هون، سواء بالرونج بوزيشن او اذا كان يساوي واحد استدعي الانسيرت تو هيد، او اذا كان البوزيشن يساوي كاونتر بلس 1 استدعي الانسيرت تو تيل. ان ان دوت نيكست ايكوال تيم دوت نيكست، ان ان دوت بريف ايكوال تيم، وان ان دوت نيكست دوت بريف ايكوال ان ان. هذا اللي كتبناه قبل قليل، الأولى والرابعة ثابتات أو مشتركات بين linked list singly والdouble linked list. نيجي الآن لموضوع الديليت، لكن قبل خلينا نطبق شيء نشوف إيش على أرض الواقع. نشوف إحنا شو كاتبين هون. أوكي، insert to head طبعها، insert to head طبعها، insert to head طبعها، تمام، insert to tail طبعها، insert to tail طبعها، بعدين ضيف لي 25 في بوزيشن 4 اطبعها، ضيف لي 100 في بوزيشن 6 اطبعها. هذا تطبيق على هذا المضاف 10 على الهيد، بعدين ضاف 5 على الهيد فصارت الهيد 5 ووراها 10. طبعا صعب ارسم لك سهم راجع بالطباعه هون. 7 تسوي انسيرت ل 7 على الهيد فصارت 7 5 10. سوى insert 15 على التيل، وينها؟ يس هيها هون. بعدين سوى insert 20 على التيل فصارت بهذا الشكل. بعدين ضاف 25 position 4، position 4 اللي هو محل ال 15 وصارت ال 15 الخامسة وال 20 هي السادسة. بعدين ضاف محل ال 20 اللي هو position 6 المية، تمام. نيجي لموضوع يا جماعة، اللي بيعنده سؤال يسأل. أنا بظن يعني مش لازم أظني أكرر نفس الجملة، عندك سؤال قاطعني واسأل. delete from head، هل هناك أي خلاف بين هذا الحكي لغاية هون بين السنجلي والدبلي؟ شو رأيكم؟ ما في أي فرق، هو نفسه، لأنه هون مش أنت ما كلمة فرق بين الدبلي والسينجلي اللي بده يحدثها هو كلمة previous. شايف في previous عندك هون؟ ما فيش. فdelete from head في حالة وضعنا في ال x minus one is not is empty، خزننا الداتا في الهيد في ال x، إذا كان الهيد يساوي tail في حالة not is empty ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ head يساوي tail في حالة not is empty.
حتى اللي بيشاركوا وبنشروا بكير اليوم. في حالة الهيد يساوي التيل يعني نود واحدة، فهيد يساوي تيل يساوي نال، خلص. وبالتالي ملوش علاقة للبريفيوس، يعني ما أثر عندي إنه في وجود بريفيوس في حالة الإز إمتي. Else بدي أحذف الهيد، نود ديل يساوي هيد، جميل، هيد يساوي هيد دوت نيكست. لما حكيت له هيد يساوي هيد دوت نيكست في له بريفيوس، شو لازم يصير؟ شو لازم يصير البريفيوس للهيد الجديدة؟ لازم يصير على النال، أشر على النال، ودل يساوي نال، وهذا اللي عملوه هون. نود دل يساوي هيد، هيد يساوي هيد دوت نيكست، خلي البريفيوس نال، بعدين دل يساوي نال. فالجديد في الموضوع هاي فقط لا غير. Insert أو delete from tail، نفس الاشي من هون لهون نفس الكلام. في حالة انه محتوى الادرس الموجود في الهيد يساوي محتوى الادرس الموجود في التيل بشرط not is empty هي نود واحدة. طيب مدام هي نود واحدة دل يساوي هيد، فهيد يساوي تيل يساوي نال. طيب اذا مش نود واحدة، هنا لازم نتوقف شوي وركزوا معاي في إشي تذكرته. لما كنت أحذف أنا من التيل في حالة أكثر من نود، شو كنا لازم نسوي في السنجل لينكت ليست؟ هيها هون، شو كنا لازم نسوي؟ كيف كنا لازم نخلي النود اللي قبل اسمها تيل يا جماعة؟ عرفنا temp object، تمام، وشو عملنا فيه؟ احكي احكي. ومشينا لعند ما قبل الأخير باستخدام ايش؟ باستخدام loop. نعم. احسنت يا مرة. وبالتالي temp يساوي head، طول ما هو next لا يساوي تيل ظلك ماشي. وحكينا في حينها شو الكومبلكسيتي هون، حكيتوا لي او اوف ان، لانه بمشي ان ناقص 2 خطوه، بعدين اجي احكي له تيل يساوي تيمب، صح؟ هذا اللوب تم الاستغناء عنه تماما في الدبل لينكد ليست. شو السبب؟ السبب صار عنده بريفيوس التيل، وبالتالي لا يحتاج انك تسمي هاي النود عشان يقدر ياخذ الادرس تبعها. فحكينا له تيل يساوي تيل دوت بريف وتيل دوت نيكست إيكوال نال وديل يساوي نال. وبالتالي تحول الكمبلكسيتي للديليت فروم تيل من بيج أو أوف أن إلى بيج أو أوف وان ككونستنت. ليش؟ لأنه تم الاستغناء عن اللوب تماما في الديليت فروم تيل، فهي جملة واحدة. الفرق إنه تيل يساوي تيل دوت بريف، الباقي نفسه. نود ديل يساوي تيل، لاحظ اللوب شو عملت فيه، انا كنت كاتبه هون وعملت له ايش؟ كومنت، بعدين تيل يساوي تيل دوت بريف هاي الجديده فقط. وبجميع الاحوال اصلا كنا نحكي له تيل دوت نيكست يساوي نال بالسنجلي هيها. عفوا تيل دوت نيكست يكوال نال بعد ما حركنا التيل. اللهم احنا استغنينا عن هذا اللوب، عن هذول الثلاث جمل، تعريف التي يساوي هيد، هذول ما لهم داعي، هدول استغنينا عنهم بإيش؟ بتيل يساوي تيل دوت بريف مع هاي كمان. هدول كلهم شاف جملة لوب مع هاي، استغنينا عنها بجملة واحدة اللي هي تيل يساوي تيل دوت بريف بالدبلي لينكد ليست. أوكي، اللي هي هاي. بعدين تيل دوت نيكست يكوال نال وديل يساوي نال. لغاية الآن مفهوم شو بنحكي وشو بنسولف؟ اللي متبع معاي، مش متبع معاي هذا في عالم آخر، بس اللي متبع معاي فاهمين؟
واضح الأمور؟ إن شاء الله يكون واضح للجميع. طيب خلينا نخزن لكم هاي section lecture to double linked list. نعم page 2. الآخر شيء بعد إذنكم. عارف اسم مش مشير عارف لا مشير بس اسم مش راضي يكتب احكي طيب انتبه معي بالديليت فروم بوزيشن كنت أنا لما بدي أحذف نود معينة بناء على البوزيشن كنا نستخدم نفس اللوب اللي هو i يساوي 1 و i أقل أو يساوي position minus 2 i plus plus بعدين نسمي هاي temp اللي هي قبل المكان بدي أحذفها على سبيل المثال بعدين نحكي له نود del يساوي temp بعدين شو نحكي له بعد ما نخزن هاي بx شو كنا نحكي له delete from position temp.next equal what temp.next equal what بالsingle linked list لما كنا بدنا نحذف النود del بدي احذف هاي temp.next equal what احكي يا مرام احكي يا تمارا احكي يا كريم temp.next equal del.next هذا اللي كنا نكتب بعد طبعا بنستخدم اللوب نوصل التمب لهون والدل لهون بالدبل لينك ليست دكتور بعد اذنك احكي لو كتبنا تم دوت نيكست دوت تم دوت نيكست دوت نيكست بدك تحكي جميلكم بده يحكي تم دوت نيكست ايكوال تم دوت نيكست دوت نيكست هذا هو خطأ لا مش خطأ انك انت تعمل جامبينج لكن ما راح تقدر تعمل دل يساوي نال لانه ملهاش اسم بضلها مزتوتة بس اما هي كجامبينج 100% صح اوكي بس اللهم يعني بصير الحذف العفو بصير الحذف منقوص شوي لانه الاصل انك تعمل تسميها باسم تخليه نال تيل وهيد شوف شو بدنا نعمل هون بدي احذف هاي النود اللي هي رقم 5 حكينا هون ما في داعي اسوي لوب ناقص 2 وخليه يوقف على قبل المكان اللي اضيف فيه لا بقدر استخدم one object اللي هو الدل بحيث مش قبل المكان اذا كان قبل المكان كنت اسوي له i-2
أقل أو يساوي i-2. إذا بدي إياه لنفس المكان اللي بدي أضيف فيه مش قبله، بده يصير i أقل أو يساوي كم؟ position minus 2 ولا قديش؟ إذا أنا بدي أوصل للرابعة والحذف بالخامسة بدي أحكي له أقل من position minus 2. إذا بدي أوصل للخامسة مش الرابعة، لنفسها هي مش للي قبلها، position ناقص كم؟ 1 minus 1 أقل بياس ناقص 1. طيب هاي دل، إذا وصل دل للمكان اللي بدي أحذفه لنفس البوزيشن، كيف بدي أحذفه باستخدام نود واحدة من غير ما استخدم لا قبل ولا بعد؟ إحنا فعليا بالحذف إحنا بنفك الروابط عنه. مين الروابط اللي عليه؟ هاي اللي بتأشر عليه وهاي اللي بتأشر عليه. اللي طالع منه مش مهم، مش مهم، أنا بهمني اللي جاي عليه أشيلهم. شو لازم تصير هاي اللي عليها الدائرة الحمراء؟ لازم تصير هيك صح؟ شو لازم تصير هاي؟ لازم تصير هيك. كيف باستخدام الدل؟ شو أكتب؟ شو أكتب؟ واحدة من البنات جاوبت بالإشي زي هيك. متى؟ بالإنسيرت بوزيشن. آه. شو نكتب؟ نكتب كالتالي: del dot prev. del dot prev بتحدث عن أي نود؟ عن هذه النود. هذه النود هي del dot prev. لما أحكي del dot prev وأسكت بحكي عن هاي النود. إلها next dot next equal del dot next. أشلت هاي وصارت هيك. الآن لما أجي أحكي del dot next أتحدث عن أي نود؟ أتحدث عن هذه النود. لما أحكي del dot next وأسكت بحكي عن هاي. هاي النود إلها إيش؟ previous dot prev. خليه يساوي del dot prev. صارت هاي هيك. بعدين del يساوي null. دكتور نعم بزبط احكي انه del dot previous اوجهها على del dot next del dot previous بس واسكت يساوي del dot next. طيب خلينا نطبقها نشوف بزبط ولا ما بزبط على رسمة جديدة هيك عشان الخربطة ما تصيرش مركبة. هاي دل، انت عيدي كلامك، ايش بدك؟ بدي دل دوت بريفيس. دل دوت بريفيس اتحدث عن هذا الادرس. اوكي. يصير يساوي دل دوت نيكست. يعني هيك بدك اياها تصير. شو الهدف؟ بدي احذف دل معنا. بس هيك انت حذفتي دل. طيب كملي، وشو الجملة الثانية؟ يعني خلينا نكتبهم عشان ما ننساش نثبت عليك التهمة شوي. دقيقة شوي. دل دوت بريف ايكوال دل دوت نيكس. طيب والثانية؟ هسه على ثانية بس أحكي del dot next. del dot next ببطل في اسم أوجه عليه صح؟ del dot next على مين بدك توجهيها أنت؟ بس قولي لي على السابق على الدل. يعني بدك إياها تعمليها هيك. صار بهلوان يا. أنا بس أجي أحذف نود، تفكير كويس بس مش مظبوط. ترى راح نستخدم إشي زي هيك بالتريننج كويستشنز، ان نطلب نعكس اللينكد ليست سنجل لينكد ليست بدون ما يكون، يعني نعكسها تماما، يعني بدل ما هي رايحه هي بهذا الاتجاه سيب هذا الاتجاه. لكن بدي اوصل لك فكره، لما اجي احذف نود لها اسم
أنا بهمني الروابط اللي جاية عليها وليست الروابط اللي طالعة منها. يعني أنا ما بهمني النكس تبعت الدل ولا البريفيس تبعت الدل، لأنه أصلاً الدل بالأخير راح تصير نل، راح يشيل كل إشي معه. أنا بهمني البريفيس اللي جاي عليه اللي هو مش إله نود بعده، اللي بعده راجع عليه، هاي الرجعة عليه بديش إياها، بدي أشيلها، بتصير إلى اللي قبله، واللي قبله أصلاً إله نكست، النكست راجع على الدل، بديش يرجع عليه، بدي يروح على اللي بعده. يعني أنا كل اللي عملته مش الدل كان موجود هون، أنا كل اللي عملته افترضوا أني كتبت نود يعني الإكس هي نود temp2 يساوي أو temp1 خلينا نحكي temp1 يساوي del.next، وصار هاي اسمها قبل ما أحذف طبعا، هاي temp1 ونود temp2 يساوي del.prev، وصار هاي اسمها ايش؟ temp2. رحت حكيت له temp2 dot prev يساوي del dot prev. طيب temp عفوا اسف temp1 temp1 dot prev يساوي del dot prev، يعني اللي هي هاي شيلها وخليها هيك. طيب temp1 اصلا شو بتساوي؟ شو بتساوي temp1 اصلا؟ del.next. يعني لو شلتها بتصير del.next.prev. كذلك الامر لو حكينا له temp2.next equal del.next، نفس المعنى اللي هو temp.next بدل هذا بده يروح هيك، لكن شيل temp2 حط محلها del.prev، بتصير del.prev.next. وضحت لكم يا جماعة؟ واضحة؟ طيب إن شاء الله تكون أمور واضحة. أنا صراحة مش مبسوط منكم بجزء طالبين ثلاث، الباقي بشعر يعني يا أنه مش متبع يا أنه مش فاهم، أما أنه متبع وفاهم بهذا الصمت ما أظن. على العموم تقريبا هيك إحنا راجعنا نفس الميثودز تبعت السنجل لينكد ليست، لكن طبقناها على مين؟ على الدبلي لينكد ليست. هاي الكود اللي كنا نحكي عنه في delete from position. اوكي هذا اللي بيهمنا طبعا، وهي الكود اللي هم عملناه قبل شوي. طبعا البرنت بيمشي من الهيد للاخير، والبرنت ريفيرس بيمشي بالعكس، بيبدا من التيل وبرجع رجوع. بالدبل لينك ليست انك تقدر ترجع رجوع، تمام؟ يعني أبدأ temp يساوي tail، نفس الحكي while temp not equal null، لكن بدل ما أحكي له temp يساوي temp.next temp يساوي temp.prev، فبطبعهم بالعكس. ما تبقى هدول delete event data، هدول ليس من البيسك ميثود، هدول training examples راح نحكي عنهم في المحاضرة اللي بعد العيد إن شاء الله. كنت متأمل الأحد لكن أجا عيد وعطلة، كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يتقبل من الجميع وينعاد عليكم جميعا بالصحة والعافية والسعادة إن شاء الله تعالى. إذا ما في حدا عنده أي سؤال بننهي محاضرتنا لليوم، ونلقاكم بإذن الله بعد العيد إن شاء الله، الأحد اللي بعد العيد. الله يعطيكم ألف عافية، ربي يحفظكم جميعا، السلام عليكم.